فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين وفديين 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 واحنا معاك يا فلسطين واحنا معاك يا فلسطين وفديين 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 واحنا وراك يا فلسطين واحنا وراك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك 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 يا فلسطين وفديين 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 واحنا وراك يا فلسطين واحنا وراك يا فلسطين وفديين 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 واحنا وراك يا فلسطين واحنا وراك يا فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم. حزب الوفد يعلن دعمه للقيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين. وقفة رمزية من صحفيين وأعضاء الوفد تضامن مع الشعب الفلسطيني. يعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة دعمه وتأييده لقرار القيادة السياسية بالتصدي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء حفاظا على الأمن القومي المصري الذي هو خطا أحمر لن نقبل المساس به. ويؤكد حزب الوفد أن جموع المصريين مع القيادة السياسية في قرارها وعلى استعداد للنزول بالملايين لدعم جهود الدولة المصرية في منع تهجير أهالي قطاع غزة والتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري. فالجميع لن يقبل العبث بأمن واستقرار هذا الوطن أو التنازل عن شبر واحد من أرض سيناء التي بذل الشعب المصري من دمه وروحه من أجل استعادتها من أيدي الاحتلال الغاشم. ويؤكد حزب الوفد أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني كانت رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تتزعزع عن موقفها، كما أنه وضع العالم كله أمام مسؤولياته بضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي على مدار العشرة أيام الماضية. ويشدد حزب الوفد بكافة أعضائه وهيئاته التنظيمية على وقوفه خلف الدولة المصرية وقيادتها في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف وفقا لمقتضيات الأمن القومي. وشكرا.